سعد الهايري ايضا مرها. الله 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 الله، انطلقت البوارج واصبحت ايضا في هذه اللحظات هي اللي على المقدمة السايحة هنا في الصدارة والمركز الاول والانطلاق الاول، بعد ان كانت تراقب الموقف هنا مع الواثق حمد بن راشد بن غدير الذي اطلق 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 سمحه، اطلق السايحه على الصداره والمركز الاول. ما شاء الله وتبارك الله، الانطلاق النهائي والتحدي النهائي. ومع هذه اللحظات مشاهدينا الكرام تهنئتنا والناموس هنا لهجن العاصفه ولمالكه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، واذا تهنئتنا حمد بن راشد بن غدير السايحه في المركز الاول، حضور في المركز الثاني سمو الشيخ سعيد بن راشد بن غدير في تضميره، وهنا فتون على المركز الثالث او المركز الثالث لجن العاصفه ايضا، بينما تنضم سلام الى رباعيه الانطلاقه الاولى. الله 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 الله، شوف الثلاث الاوائل مع هذه اللحظه والتحرك الذي بدات فيه فتون وتواجد سلام ومرحبا على المقدمه والصداره والمركز الاول، مثلث الرعب اللي بدا ينطلق في هذه البدايه. الله الله الله، شوف التسلسل ايضا من الارقام المنطلقه، لا تزال على الصداره فتون وانطلاقه وتحدياتها. تهنئه والناموس اذا لهجن العاصفه وملكه سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد مكتوم بوصول سلام في المركز الاول، بينما المركز الثاني فتون والمركز الثالث متابعينا الكرام من ينطلق من يتابع، شوف اللحظات الاقتراب التحدي الإثارة. النصر 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 على المركز الأول، نصر على المركز الأول مع الشيخ محمد بن بطيه الحامد، ولكن ما شاء الله وتبارك الله هملول وصل، هملول انطلق هملول إلى مقدمة الشوط. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، اذا التهنئة والناموس من خلال هذه الانطلاقة مع اندفاع هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على فوز هملول بالمركز الاول. تهنئتنا ايضا محمد بن سعيد بن مروش، التهنئة والناموس ما شاء الله وتبارك الله. المركز الثاني نصر لمعالي الشيخ محمد بن بطيء الحامد الشامخ، المركز الثالث لجنة العاصمة، والمركز الرابع هملول لسمو الشيخ. المركز الاول وانطلق المركز الاول عاني عنا إلى الصدارة، التهنئة والناموس في هذه الانطلاقة المباشرة التي تابعناها هنا، وهذا الانفراد في الصدارة لعاني لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم، وإذا تهنئتنا لخليفة بن سلطان بن رشيد. سلام يا سلام يا سلام يا عاني، سلام وانطلاقة عاني وتحدي عاني على المركز الأول والبداية الأولى. استراحة المحارب النهائية بعد أن ضمن عاني مركز الصدارة، مركز الأول، مركز الانطلاق ومركز التحديات. تهنئة والناموس على فوز عاني بالمركز الأول، بينما المركز الثاني شاهين لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد المكتوم في المركز الثالث. الزود ابحرت مشاهدي الكرام بقوتها واندفاعتها مع هذه اللحظات لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد. الله الله، اصبحت في البدايه وحيده تغرد على البدايه الاولى لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد. هناك المركز الثاني سلطه لهجن العاصفه، لكن مشاهدينا نعود الى المركز الاول وال200 متر الاخيره، والزود الله الله من البدايه قادت الشوط حتى النهايه وبدون اي تعليق، سارت على راحتها، لكنها في النهاية خذت المبتغى وخذت المفيد وهو المركز الأول. تهانينا الهجن لمعالي الشيخ محمد بن بطيه الحامد على هذا الفوز وهذا الانتصار. المركز الثاني مشاهدين الكرام من البداية هي دافعة راس واحتلت البداية، سارت بالتنافس الأول ريماس، ولكن عودوا إلى النويعس، النويعس ومنصورة، منصورة 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 النويعس مشاهدين الكرام، لكن منصورة نرى النويعس، النويعس من الجانب الآخر هي من تتقدم لهجن العاصفة، العاصفة العاصفة في المركز الأول مع النويعس، ومنصورة تحاول في المركز الثاني، منصورة منصورة النويعس النويعس، ولكن مشاهدين
مشاهدينا الاعزاء، النواعس في اللحظات الاخيره تبقى في الصداره، كانت من البدايه في المركز الاول، تراجعت قليلا ولكن عادت مره اخرى لتسيطر على المركز الاول. تهانينا الهجنه العاصفه على هذا الفوز، المركز الثاني منصوره اسم الشيخ راشد الحمد. وحيشان قادم على ثاني المراكز من هجنة العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بين غدير وشاهين. شاهين هنا أيضا قادم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع محمد بن سعيد بن مروشد، ولكن انطلق وحيشان على الصدارة بالمنافسة مع شاهين هنا، وتحدي وصراع، ولكن وحيشان على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. وحيشان لهجنة العاصفة، تهانينا على هذا الفوز الجميل ولحظة الوصول إلى خط نهاية المركز الثاني. شاهين اسمه الشيخ حمدان بن رابس المكتوم مركز الثاني. شاهين يتسلل ينطلق الى الصداره الى المقدمه الى المركز الاول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقياده المتعب محمد بن سعيد بن مروشد، من ينطلق هنا بشاهين على الصداره على المقدمه المركز الثاني. ونسناس عاد، نسناس عاد، نسناس الى صلب المنافسه، عاد الى التحدي، عاد الى الفوز، عاد الى بندقيته التي صال بها وجال في العام الماضي. هنا وأول ظهور ومشاركة لخلال هذا الموسم، ها هو نسناس يصل إلى خط النهاية معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا لهجن العاصفة على هذا الأداء الجميل. نسناس سلطان بن رشيد من يتابع هذا الانطلاق المتميز، نتابع الصدارة، نتابع المقدمة، التحديات جميلة والشاهينية تنطلق بناموس هذا الشوط واللحظات، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، الشاهينية على الصدارة، الشاهينية على مقدمة هذا الشوط، بدت في الانفراد، بدت في المباعدة في اللحظات الأخيرة. تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمرمى المكتوم المكتوم على فوز الشاهينية بالمركز الأول. التهاني لحمد بن علي العويسي، لحظات الوصول إلى خط النهاية. تهاني لسمو الشيخ زايد بالمرمى المكتوم المكتوم. المركز الثاني الشاهينية لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد. المركز الثالث تنقض على الصدارة، تنقض على مقدمة هذا الشوط الكورة وبشعار سمو الشيخ زايد بالمرمى المكتوم المكتوم. حمد بن علي العويسي يعلن انطلاق الكورة، يعلن انطلاق الكورة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الكورة تنطلق بناموس هذا الشوط. باعدت المسافة في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية. تهانينا وللمرة الثانية، للمرة الثانية على التوالي لسمو الشيخ زايد بالمرمى المكتوم المكتوم. والتهاني لحمد بن علي العويسي مضمر النجوم الخمس، ايضا ينطلق بناموس هذا الشوط وللمره الثانيه، للمره الثانيه. تهانينا لسمو الشيخ زايد بالمرمى المكتوم المكتوم. المركز الثاني والثالث لهجن من غدير، من يطلق شرين على الصدارة على المقدمة، ومرعب قادم، مرعب قادم، مرعب 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 قادم أيضا ويتسلل إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول. مرعب هنا على صدارة هذا الشوط لسمو الشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم. محمد بن علي العويسي وأورو يسلام شرين من الجانب الآخر، شرين من انطلق على المركز الأول وعلى الصدور، شرين وشاهين وسراب يسلام، والثلاثية ثلاثية بقيادة شرين من يصل إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس. تهانينا لهجن العاصفة ولحمد بن راشد بن حمد بن غدير مركز الثاني سراب سمو الشيخ. الشيخ
سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد مكتوب، وهنا خليفه بن سلطان بن رشيد السويدي يحاول مع مياس في المركز الثاني، لكن يبقى صامدا شاهين، يبقى صامدا شاهين ليكرر انجاز في هذا اليوم. لكن نشوف شاهين مسيطر ومياس يحاول، لكن شاهين اظن خلاص انفرد بالتحيه والسلام وانفرد بالناموس مشاهدينا الكرام للمره الثانيه في صباح هذا اليوم لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومع المتعب محمد بن سعيد بن مروشد للمره الثانيه كذلك في هذه الانطلاقات الصباحيه. جده جديد على سباقات الاجن، وانما اللي استجد هي هذه النتيجه، هي هذه التحديات. تهانينا والناموس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الثاني مياس لسمو الشيخ سعيد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم.